اهلا بكم مشاهدينا الكرام، انتم معنا على المباشر في برنامج في المزاج الجزائري والغد في مشاريع المتنافسين او المتسابقين الى قصر المرادية. موضوع نقاش في حلقة اليوم. استاذ مولود، قبل ان نتوقف عند الفاصل كنت وعدتك انني ساعود لابدا معك الجزء الثاني، تفضل. شكرا اخي. اذا اكمل فيما اتيت به من يعني الانسان لما يكون خدمة دولته هذا ما راهش عيب، بالعكس تعطيه خبرة في كيفية تسيير الشأن العام، وخاصة لما يكون ثلث مرات وهو يخدم في دولته وهو يستقيل من بعد خلاف جوهري حول قضايا وطنية. نحن اليوم هنالك من يشكك في نضالات الرجال، يعني وفرق كبير بين من عمره 17 عام وهو يواجه في منظومة فاسدة جهارا نهارا، وبينما أتى ليركب موجة في الدقيقة الأخيرة ونحط نقطة على السطر. نعم. إذن اليوم نحن أتينا من باب مسؤولياتنا التاريخية أمام الله والشعب والوطن لكي نطرح برنامجا. هذا البرنامج نحن لن نأتي يعني نفرض فرضا على الناس، نحن نطرحه أمام الشعب الجزائري وهو من سيختار. هاي رؤية تاعنا، هاي الحلول اللي طرحناها، هاي الضمانات اللي قدمناها، ما راناش هاربين من الشعب الجزائري، بل العكس. نعم. نحن طيب سنتوسع أكثر في وسطه إن سمحت لي أستاذ مولود، سنتوسع أكثر في هذا الشق، ولكن قبل ذلك خلينا نروح للأستاذ رضوان. أستاذ، يعني هناك ملاحظة هامة على قائمة الملفات المقبولة أو المترشحين المقبولين وعددهم 5، ملاحظة هامة ربما لم ينتبه لها الجميع. القائمة جسدت قطيعة تامة مع جيل الثورة الذي كان بوتفليقة آخر من يمثله في الحكم وخرج من الباب الضيق. لا صحيح، هي قائمة وإن كانت متوقعة ولم تأتي بالجديد، يعني ولا مفاجأة في هذه القائمة. لا أنا أقصد يعني إلا أنه هذه الاختيارات. نعم. هذا الشيء اللي موجود من بين 23 راغب في الترشح، يعني ما كانش خيارات أخرى، لكن هذا لا ينفي أنه لا ننكر أن هذه الشخصيات يعني كانت تدور بطريقة أو بأخرى من بعيد أو من قريب في فلك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. يعني حتى لا نقول النظام البوتفليقي، نقول هو كان رئيس للجمهورية، اليوم تم إزاحته بفضل حراك شعبي، هؤلاء اليوم يشكلون ربما مستقبل. صحيح، لا يمكن ولا واحد منهم كان لم يكن مع الرئيس، اللي كان وزير أول أو رئيس حكومة، بن فليس كان مدير حملته في 99، سيد بن قرينة كان وزيرا للسياحة. هذا أمر اليوم الكرة في مرمى هؤلاء حتى يقنعوا الوعاء الانتخابي بالذهاب إلى الصندوق. اليوم الخطاب السياسي أعتقد أنه يجب أن يخرج عن منطق الاستفزاز ومنطق الديماغوجيا، لأنه اليوم التعامل أعتقد مع الشعب أكثر وعيا مما سبق لإقناعه بالذهاب أصلا إلى الصندوق حتى يختار رئيسه. الشيء المؤكد لدينا 5 مترشحين اليوم بطريقة رسمية، لأنه مسألة المجلس الدستوري والطعون أعتقد أنها شكلية، لأنه من الصعب اليوم أنه المجلس الدستوري يطعن في اللجنة المستقلة للانتخابات. اليوم الرهان هو رهان هؤلاء المترشحين، كيف يمكن أن يقنعوا الملايين، على الأقل 22 أو 23 مليون هو هو عدد الوعاء الانتخابي للذهاب إلى صندوق وانتخاب. نعم. أحدهم. الشيء المفروغ منه أنه رئيس الجمهورية سيكون واحد من 5، ليست لدينا خيارات أخرى اليوم. نعم. من يقنع الشعب الجزائري أكيد سيكون الرئيس. من يتغاضى أو يتفادى أخطاء الماضي
في الخطاب السياسي أقول تحديدا، لأن الشعب لم يعد يقبل أي خطاب شعبوي، خطاب لغة الخشب، الخطاب طيب الديماغوجي طيب أصبح من نعم. الصعب اليوم نعم. تقبله من طرف الشعب. أستاذ فريد، يعني أعتقد أن الأستاذ رضوان يعني تقريبا راوغني على طريقة محرز في منطقة الجزائر، يعني وتهرب بذكاء كبير من السؤال، لذلك سأعيد طرح السؤال عليك أنت. يعني المترشحون الذين تأهلوا اليوم للخوض المنافسة رسميا يمثلون عهدا جديدا، مش رسميا إلى غاية تثبيتها من المجلس الدستوري، ولكن تكاد تكون الأمور يعني مثبتة مسبقا. نعم. راح يضيفوا طيب. أسبوع آخر نعم. سؤالي أنهم يمثلون عهد، هل يمثلون عهدا جديدا على الأقل من الناحية الرمزية، لأنهم ينتمون إلى جيل غير جيل الثورة، غير الجيل المكبل بقيود التاريخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شاكر لك هذا السؤال. فقط تصحيح لما طرحه أستاذي، في الحقيقة يعني أن من حقك تدافع عن مرشحك طبعا. لم يعش وزيرا في عهد بوتفليقة، وإنما 6 أشهر فقط، حينما حصل معه نزاع على موضوع يعني الفساد في موضوع تحديدا مزي، وبالتالي في ظرف 6 أشهر يعني 99 خرج من الوزارة، لكن بقي في نادي صنوبر كوزير. لا نربط مسألة السكن والحق في السكن، نربطها بقضية منظومة الحكم، فلابد أن نرفع منصوب الأداء السياسي. لا لست لا ضد بن قرينا ولا السيد بن قرينا. خليه يكمل الفكرة أستاذ رضوان، خليه يكمل الفكرة. بن قرينا حب نقول بأنه خرج نتيجة ما حصل بينه هو وبين رئيس الجمهورية، فمعنى ذلك أن بن قرينا مبرأ مما حصل من فساد، هذا المقصود، بدليل أنه حينما خرج وأدرك أن هناك فساد طلب يعني نعم. طيب، وبالعودة إلى سؤالي أستاذ فريد، طالب يعني الرقابة المالية فوجدوا فارق تاع 250,000، 100 و150، وحتى هناك خلل في طرحها على أنك سافرت وكذا ما سافرت. أرجع لي يا أستاذ لأنه أمامنا أسئلة كثيرة وخاصة. أنا أردت أن أقول يعني أتكلم عن النظافة المترشح. ولكن بالطريقة هذه راح تاخذ كل وقتك في الشق هذا، وبعد نكون مضطر باش نسحب منك الله يبارك فيك. فلا هو أنا منسجم مع السؤال، لربما أعطتني الكلام فيه معمم على كل مترشحين. نعم. فأتكلمت عن المترشح الذي هو بحوزتي هذا، وبالتالي أنا راني نقول بأن مثلا الأستاذ بن قرينا فهو من جيل الاستقلال، وهذا هو سؤال. يعني الآن جيل الثورة تقريبا رسميا انتهى، هل هو الآن الفترة الذهبية لجيل الاستقلال كي يثبت وجوده وأحقيته الله يبارك فيك. وبالتالي فأنا الآن أقول هكذا وأوجه هذا الخطاب لكل الناس على أن يعني المترشح بن قرينا من جيل الاستقلال، هذه واحدة. نعم. نظافة يد، هذه 2. 3، رجل علمي ثم كسب تجربة يافعة وعلاقات قوية تمكنه من يعني المساهمة في إدارة دولة بالحكم. مسألة أخرى اللي نحن نتكلم عليها هي متعلقة بموضوع الضمانات، هذه مسألة مهمة، فما نبقاش نتكلم فقط على جماعة قدم أو أجدد. نعم. فأنا نتكلم مع المواطنين ونتكلم مع شعبنا الكريم، شعبنا المضياف، شعبنا الأبي، على أن يعني مسار مكافحة الفساد هذا الضمانة من الضمانات. إبعاد الحكومة عن إدارة العملية الانتخابية ضمانة من الضمانات. وجود السلطة المستقلة للانتخابات، وهنا نفتح قوس، يعني لربما يعني الكيفية والإخراج والآليات أنا أراها يعني بالفعل حصلت فيها ثغرات وحصلت فيها بعض يعني بعض الأخطاء في الإخراج، لكن عندما نقيم العملية بالتقييم كلي أمام ما ينتظر الجزائر في المرحلة القادمة، فتجد أن كثير من القضايا تأخذ معنى الاهتمام. طيب، قبل أن أذهب إلى الأستاذ مولود، أستاذ فريد إذا كان سمحت لي في أقل من دقيقة، ماذا يعني المترشح عبد القادر بن قرينا بقوله مباشرة بعد إعلان قبول ملفه يهدي ترشيحه للشباب الذين أسقطوا العهد الخامسة وسيكون وفيا للحراك بشعاراته السياسية؟ ماذا نفهم من هذا التصريح؟ تفهم من هذا التصريح هو نطق به اليوم في تجمع يعني شبابي بمناسبة الفاتح من نوفمبر بحضور
أزيد من 6000 في قاعة شلاق اليوم. نعم. فكان يعني بشكل واضح وبشكل دقيق يعبر على أنها مرحلة الشباب، مرحلة جيل المستقبلية، مرحلة الفئة المثقفة، شباب طلبة يافعين يمكن أن يؤدوا دور كبير، وهذا دورهم. نعم. ما زال احنا نتكلم على أن يجوا شيوخ يحكموا في شبابنا، ونسبة عالية ومرتفعة من الشباب، ما زال الآن نتكلم على الشيوخ هكذا روحوا أحكموا البلاد. طيب، وصلت الرسالة أستاذ فريد، يجيبون النظريات القديمة. في المقابل إذا كان سمحت لي نروح للأستاذ مولود، ماذا يقصد الأستاذ علي بن فليس عندما ركز في تصريحه أيضا مباشرة بعد إعلان قبول ملفه عن برنامج استعجالي لحل الأزمة؟ بداية هكذا هو رتب الأولويات، بداية ببناء الشرعية والمؤسسات من القاعدة إلى القمة، وتحدث أيضا عن دستور جديد توافقي بين الجزائريين، وربما هنا مربط الفصل في الفرس في كلمة دستور توافقي بين الجزائريين، وهنا مربط الفرس. يعني أبدأ بما انتهيت به، لأننا في منظورنا لهذه الانتخابات، وهذه نقطة جد مهمة، أنها حل نرى في لا نراها هدفا بحد ذاتها، ولا الوصول إلى السلطة هدف بحد ذاته، بقدر ما هي حل ووسيلة لحل أزمة. الأزمة الجزائرية المتمثلة في أزمة شرعية، الأزمة الجزائرية المتمثلة في العدالة، الأزمة الجزائرية المتمثلة في اقتصاد، وهذه أمور لم تعد يعني تطيق الانتظار أكثر. ولذلك جاء برنامجنا تحت مسمى برنامج الاستعجال. نعم. وطرحنا فيه 3 استعجالات. وربما من هذه الزاوية كان تكلم الأستاذ علي بن فليس سابقا عن ما أسمه بعهدة انتقالية بين قوسين. نعم. لماذا؟ هناك استعجال سياسي، ونعطيك من أبرز النقاط نتاعو، هي إعادة بناء دستور جديد توافقي، يعني يطرح للنقاش بين كل الفعاليات، ويطرح للاستفتاء على هذا الشعب، وهنالك استعجال اقتصادي. ربما راح أستاذ مولود هذا مسألة التوافق. نعم. هذه راح تأخذ منا وقت طويل جدا جدا. شوف، بناء على تجارب سابقة وتجارب نعيشها الآن، يعني الحراك منذ 22 فبراير إلى غاية يومنا هذا ما قدرش يخرج مترشح. شوف. واحد باسم الحراك. شوف، يعني ونتكلم على دستور توافق، اعتقد ان الامر سيكون صعب، يعني ولو انه مش مستحيل. ليس هنالك امر سهل. نعم. وليس هنالك امر مستحيل. نحن في منظورنا أن كل الامور والازمات تحل بالحوار. صحيح. مهما كانت صعوبتها. ثانيا، نحن ذاهبون وماضون للانتخابات، وان اعطانا الشعب فإننا سنكون الضامنين لتلبية مطالب هذا الحراك. نعم. لا بل والذهاب أبعد من ذلك. نحن في برنامجنا يتضمن كل مطالب الحراك، من حريات، من عدالة، من اقتصاد، من تنمية، من ضمانات للانتخابات المقبلة. نحن نعي جيدا ما هو موجود من مطالب شعبية وما هو موجود من مشاكل، ووضعنا لها يعني حلول سنطرحها على المواطن الجزائري، وسيرى فيها الحل بحول الله. نحن اليوم لما تتكلم لي عن التوافق، نؤمن إيمانا قويا بضرورة التوافق على كل شيء مهما كان. نحن نحبذ دائما أن الخطاب نتاعنا يكون خطاب جامع، وأن نبتعد أقصى ما يمكن عن الأمور التي تشتت، لأنها ستكون دائما موجودة. لكن حبذا أن نذهب دائما في خطابنا، في عمالنا، في برامجنا إلى الأمور التي تجمع. نعم. بين الشعب الجزائري. وصلت الفكرة أستاذ مولود. خليني أروح للأستاذ علي ربيج باعتباره محلل سياسي، وأراه يعني التزم الصمت منذ البداية. أستاذ علي، يعني لو شخصنا الوضع بصفة عامة، نقول أن الجزائريون عاشوا تقريبا فترة 20 سنة أو عقدين من الزمن في مرحلة تخدير سياسي بين قوسين. الآن المعركة أمام هؤلاء المترشحين معركة مضاعفة. مهمة إقناع المواطنين أولا بضرورة الذهاب إلى الانتخابات، وهو أمر مهم جدا جدا، وكذلك معركة الإقناع باختيار البرنامج الأنسب. هل يملك هؤلاء المترشحون أدوات أداء هذه المهمة المزدوجة؟ قد يملكون، ولكن لا أعتقد بالسرعة التي يتوقعها البعض أننا سنخرج من الوضع الكارثي الذي كنا فيه. نعم. هو ليس فقط وليد 20 سنة، بل هو مسألة تراكمات منذ الاستقلال. صحيح. يومنا. صحيح.
فصعب جدا، الوضع كارثي بكل معنى الكلمة. الخروج من هذه الوضعية إلى الوضعية التي نتمنى أن نصل إليها هو حلم كل الجزائريين وحلم كل المترشحين، وهو الفلسفة التي يجب أن تقوم عليها هذه البرامج. في 2014 الشعب التونسي انتخب على رئيس البرلمان لبن علي السابق، وهل هذا كان وضع؟ نعم كان وضع، ولكن كان وضع مرضي. بعد مدة 5 سنوات يصحح الشعب التونسي وينتخب على شخصية، هذه الشخصية اعتبرت كأنها انتخاب عقابي ضد رئيس حكومة سابق شاهد الكاشف، وزير الدفاع، وواحد من المرشحين لحزب النهضة، وهو من أقوى الأحزاب السياسية داخل تونس. الشعب استرد سيادته وعاقب الطبقة السياسية في تونس. اليوم المشهد أمامنا، أنا لا أستطيع أن أبحث فيما هو فيما يجب أن يكون. البعض كما يسميها الدكتور حسين بالخيرات مارس البطالة السياسية، مش 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 موش من 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 واجبي أو موش من حقي أنني نطالبه باش يجي يدخل المعترك السياسي. عنده أسبابه خلته يروح ويمارس هذه البطالة السياسية. البعض يمارس المقاطعة السياسية. وضيف على هذا المسؤولية مركبة أمام هؤلاء المرشحين، هو أنهم كيف يقنعوا هذا المواطن الجزائري الذي قطع الصلة بالعمل السياسي، الذي فقد الثقة. هي مسألة ليست مسألة برامج فقط. نعم مطلوب من البرامج أن تكون برامج في المستوى، ولكن كيف تقنع هذا المواطن في ظل وجود، حتى لا يجب أن نغيب الصوت الآخر، هنالك جزء من الحراك، هنالك جزء من الشعب يرفض الذهاب إلى الانتخابات. نعم. ولكن قد تكون هذه فرصة لهؤلاء المترشحين أن يقنعوا هذا الجزء الآخر الذي يرفض الذهاب إلى الانتخابات، ويقول فوت على نفسي الفرصة. لماذا؟ لأننا ستكون عملية شفافة وديمقراطية. أنا أتوقع أنها ستكون شفافة وديمقراطية. بناء على ماذا؟ بناء على كثير من المؤشرات. الآن هل نحن أمام تغيير نظام أم النظام السياسي يتغير من الداخل؟ هو يتغير من الداخل خطوة خطوة لتغيير النظام الذي نطالب به، لأنه مسألة أنك تدخل على واحد بمخدر وبعدين بعد مدة تعاود تطلب منه يستيقظ، لازم تنوده بالعقل، لأنه تأخذ وقت، وإلا راح يكون أمام حالة الصدمة. طيب دكتور علي، يعني تقريبا في نفس الفكرة، خليني أروح للأستاذ فريد. أستاذ فريد، يعني البعض يقول لا ينبغي أن نحسد هؤلاء المترشحين لأنهم يتنافسون على مراتب عليا، على مرتبة رئيس الجمهورية طبعا هي مرتبة عليا، بل ينبغي أن نشفق عليهم. صحيح. لأنهم سيقابلون مواطن فاقد للثقة أولا، غاضب عن الوضع ثانيا، من الصعب جدا أن نقنعه بفكرة ما، وسقف مطالبه ارتفع كثير. نعم، سؤالي هذا الأستاذ فريد. يعني شكر الله لك أستاذي. أنا بداية راح نشير المسألة، أنا خبر نخبر وأحس بما يحس به المواطن. إذا نتكلم بصراحة بوضوح، صحيح، هناك صراع بين مشروعين، اللي هما مشروع النوفمبري والمشروع التغريبي بوضوح، بدليل ما نسمعه من قنوات ومن جهات معينة خارجية، جزء أيضا عندنا في مواجهة القضايا الكبرى في بلادنا ومواجهة موضوع الانتخابات. فنقول للمواطن ونقول لشعبنا ونقول لكل من أبي في هذا البلد، وبهذه المناسبة طيب 65 الذكرى 65، على أن المشروع النوفمبري يجب أن يوضع في الميدان. المادة واضحة في بيان نوفمبر، وتركزون على هذا الأستاذ في برنامجكم الانتخابي. بين دولة جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. نعم. أظن لا يوجد المواطن اللي يرفض هذه المادة، لا يوجد الشاب اللي يرفض هذه المادة، لا يوجد لا المرأة ولا كبير ولا صغير يرفض هذه المادة. وبالتالي فنحن مع شعبنا في يعني لغة توافق ولغة حب ولغة ود، لكن فقط أن نميط اللثام كما حصل الآن في إبعاد بارونات الفساد الفكري والتربوي والسياسي والاقتصادي، ثم أيضا إبعاد يعني فطاحلة التزوير، هم الآن نراه في مكان آخر تعرفون حيثهم، إبعاد فطاحلة التزوير. ثم أيضا أنا بشكل صريح يعني العهد والميثاق الذي أخذته المؤسسة الشرعية، المؤسسة العسكرية، عهد مع الله
عهد مع الوطن وعهد مع المواطن مسألة مش سهلة. صحيح. مسألة عظيمة، وهذا مطلوب من المواطن أن يعطيها قيمتها. فما لازمش احنا نمضي في اتجاه نخون كل شيء ونرفض كل شيء ونبتعد عن كل شيء وبعد ما الحل. نعم. سألنا سؤال كثير من شبابنا وكثير من سياسيين، طيب ما كانش خبات، ماذا نفعل؟ ماذا نعمل؟ يقول لك ندير محل انتقالية. طيب كيف ندير مسؤولين؟ بالتعيين. الله 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 الله، ترفض الصندوق وترفض الانتخابات وترفض أن تعبر بصوتك عالي بصوت عالي في الصندوق الشفاف الذي نحن مطمئنون بنسبة كبيرة على شفية المرحلة القادمة إن شاء الله بما قلته الآن. نعم. ثم يعني نتغنى مع بعض يعني بعض الأذناب التي تريد الجزائر أن تدنسها أو أن تبعدها عن جذب الطريق أو أن تبعدها على مسار المشروع النوفمبري. واضح أستاذ فريد. أستاذ رضوان، يعني الأستاذ فريد يقول الآن إن فهمت منه كل الظروف في الجزائر مهيئة لإنجاح المحطة الانتخابية القادمة. الإدارة التي كانت تتهم بالتزوير انسحبت، جاءت وحلت محلها سلطة مستقلة أخذت على عاتقها هذه المهمة وتعهدت بأنها تبذل النفس والنفيس من أجل إنجاحها. يبقى من ناحية الأخرى أننا الآن نتحدث عن مترشحين أمامهم تحديات كبرى، تحديات سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية، ثقافية، ربما تتعلق مباشرة بالعناصر الهوية أيضا إلى غير ذلك. هل يملك هؤلاء المترشحون ما يقدمونه للمواطن؟ بعبارة أخرى، هل هم أهل لهذه المهمة الثقيلة والثقيلة جدا؟ لا، هم وصلوا اليوم إلى مرحلة جد متقدمة على الأقل بالنسبة ل 143 كراغب أول في الترشح ثم 23. اليوم تم غربلة القائمة إلى 5 مترشحين فقط. المترشحين لو درسناهم وقسمناهم هناك 4 أحزاب ومترشح حر، يعني بين قوسين حر. هناك 2 لديهم التجربة في المسار الانتخابي وفي الاستحقاقات الرئاسية تحديدا، يعني تحديدا بنفليس وبالعيد. نعم. يعني خاضوا تجربة، لديهم تجربة، شئنا ما بينا لا يمكن أن نتجاوز هذه النقطة. يعني مهما يعني قيل عن تبون تحديدا، إلا أنه لعبة التحالفات في المرحلة المقبلة هي الفاصلة. يعني اليوم هذه 5 المترشحين بهم يعني كما هم، أعتقد أن الانتخابات مفتوحة على كل احتمالات، من الصعب ترجيح كفة مترشح على مترشح آخر، من الصعب جدا، والأكيد أنه سنذهب إلى دور ثاني بهذه الأسماء. يعني الأمر أصبح شبه مؤكد الذهاب إلى دور ثاني، لكن قبل ذلك لا ننسى بعض الأحزاب التي اليوم بعيدة عن الصورة إعلاميا لكنها ما زالت تنشط في الكواليس سياسيا، وأقصد بذلك حزب حمص وهو يعني حزب أكبر حزب يمثل التيار الإسلامي، وإن كان لم يطرح مرشح بطريقة مباشرة، والأفنان لا يمكن أن تقنعني أنا كمواطن فقط أو كمتتبع على الأقل بأن الأفلان بإمكانه الانسحاب من الساحة السياسية، يعني بعد حوالي 60 سنة من الاستحواذ على السلطة. أكيد الأفلان سيدعم مترشح سواء بطريقة مباشرة وعلنية أو حتى بطريقة سرية. إذا لم ينقسم أصلا أفلان على عدد من المترشحين وهو الأرجح اليوم. لذلك أعتقد أنه أعود إلى خطاب المترشحين اليوم. الخطأ الكبير هو التملق للحراك، أول خطأ، أنه كل مرشح يقول أنا كنت في الحراك وأنا مع الحراك. لا، الحراك اليوم أصبح لا يقبل هذا النوع من الخطابات. اليوم الخطاب هو خطاب برامج، لديك برنامج كما تفضل السيد مولود، قال لدينا شق اقتصادي ولدينا شق اجتماعي، كما تفضل أيضا ممثل المترشح بن قرينة تحدث عن برنامج، يجب إقناع بالبرامج. الحديث اليوم عن الحراك والمؤسسة العسكرية وشكر المؤسسة العسكرية، أعتقد أن الأمر قد ولى اليوم. المؤسسة العسكرية قامت بدورها وهي تقوم بدورها وهي مشكورة، لا يجب أن ندخلها اليوم في خطابنا السياسي لإقناع الشعب وربما لمحاولة استمرار هذه المؤسسة. هي مهمة المترشحين وليست مهمة المؤسسة العسكرية.
أكيد أكيد نعم. هذا ما أردته. حتى الحراك، الحراك اليوم يستمر. الحراك ما هو الحراك؟ الحراك هو هو مجموعة من الشعب، هو مجموعة من الحركات، الحراكات عفوا. الحراك اليوم حتى الأشخاص اللي يخرجوا للشارع ليسوا كلهم طيب ضد الانتخابات. أستاذ نروح الفصل إذا كان ممكن الآن. مشاهدي الكرام نتوقف عند هذا الفصل ثم نعود لنواصل النقاش في الموضوع.